السلام عليكم أصدقاء قناة عدسة، لا تنسوا دعم المقطع بلايك، شكرا لكم. هل تعلم ما هي فوائد الرمان لجسم الإنسان؟ الرمان هو فاكهة شهيرة بنكهاتها اللذيذة وقيمتها الغذائية العالية، وهنا سنتناول 10 فوائد مدهشة للرمان والتي تجعلها تضيف قيمة صحية كبيرة لنظامك الغذائي. الفائدة الأولى: الرمان مصدر غني بمضادات الأكسدة. الرمان مليء بالمركبات النباتية المعروفة بمضادات الأكسدة، هذه المضادات تساعد في محاربة الجذور الحرة وتقليل تلف الخلايا، مما يسهم في الحفاظ على صحة الجلد والأوعية الدموية. الفائدة الثانية: تعزيز صحة القلب. يحتوي عصير الرمان على نسبة عالية من البوليفينولات والفلافونايد، والتي تعزز من صحة القلب وتقلل من مخاطر الأمراض القلبية. الفائدة الثالثة: تحسين وظائف الدماغ. يعتقد أن الرمان يحتوي على مواد تعزز من وظائف الدماغ وتحفيز الذاكرة، يمكن أن يساعد استهلاكه في الحفاظ على صحة العقل. الفائدة الرابعة: تقوية جهاز المناعة. يحتوي الرمان على فيتامين سي والمعادن التي تعزز من جهاز المناعة وتساعد في مكافحة الأمراض والالتهابات. خامسا: خفض ضغط الدم. بعض الدراسات أظهرت أن تناول عصير الرمان يمكن أن يساعد في خفض ضغط الدم الارتفاعي، مما يقلل من مخاطر الأمراض القلبية والسكتات الدماغية. سادسا: الرمان يدعم صحة الجهاز الهضمي. الرمان غني بالألياف التي تعزز الهضم وتساعد في منع الإمساك وتحسين وظائف الجهاز الهضمي. سابعا: الرمان يقلل مخاطر السرطان. يحتوي الرمان على مواد مضادة للأكسدة، يعتقد أنها تقلل من مخاطر الإصابة ببعض أنواع السرطانات مثل سرطان البروستاتا وسرطان الثدي. ثامنا: الرمان يدعم صحة الجلد. يعزز استهلاك الرمان من صحة البشرة، ويمكن أن يساعد في تقليل علامات الشيخوخة وتحسين مرونة البشرة. تاسعا: الرمان يحسن مستويات السكر في الدم. قد تساعد مواد الرمان في تحسين حساسية الأنسولين ومستويات السكر في الدم، مما يفيد الأشخاص الذين يعانون من داء السكري. عاشرا: الرمان يعزز الصحة العامة. يعتبر الرمان فاكهة مفيدة للصحة العامة، حيث يساعد في تعزيز الطاقة وتحسين العافية العامة. في الختام، يمكن أن يكون الرمان إضافة لذيذة وصحية إلى نظامك الغذائي، يجب الاستمتاع بها بانتظام كجزء من نمط حياة صحي للاستفادة من فوائدها الكاملة. وصلنا إلى نهاية الفيديو، لا تنسى دعم المقطع بلايك والاشتراك في القناة إن كنت أول مرة تتابعنا. شكرا لك، في أمان الله، وإلى اللقاء.